لما بتكلم على مفتاح قلب كل برج او ازاي الفت نظر شخص ليا او اخليه يحبني او اعمل ايه واحنا لسه بنتعرف على بعض، اعمل ايه عشان اخليه ياخد باله مني او اخليه يقرب مني يعجب بيا يحبني. مش بتكلم على علاقة بدأت ومكملة او اتنين كانوا مرتبطين يعني وازاي اخليه يحبني، لا انا بتكلم عن اتنين لسه بيتعرفوا على بعض. طيب اعمل ايه؟ خلينا نبتدي بقى ببرج الحمل. برج الحمل عشان تلفت نظره اولا لازم تبقى تقيل جدا، يعني تبقى شخص تقيل، مش شخص بتقول كلام حلو كتير او مش شخص بيحب خفة الدم وبيحب الهزار والضحك بس مش في الاول، يعني بحب شخص يبقى فرفوش وجميل وكل حاجة بس لازم اول حاجة بتلفت نظره سواء راجل او ست في الطرف التاني الكاريزما، انه يبقى عنده كده كاريزما، هو بيبقى عنده فضول رهيب ان هو يتعرف عليه او ان هو يقرب منه، فدي حاجة مهمة جدا 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 عند برج الحمل. اوعى تحاول عشان تقرب منه ترغي وتتكلم كتير وتتصل بيه كل شوية لا هيقفل منك، هيقفل منك تماما. ده بالنسبة لبرج الحمل. فدي قلنا التقل انك تبقى شخص تقيل كده وعندك كاريزما، ما تدلقش، ما تقولش كل حاجة عندك، يعني لو انت معجب بيه ما تقولش، اتقل شوية، اتقل شوية لما هو يبدأ يبين امارة، ما تقولش كل اللي عندك، ما تدلدقش الكلام كله، ما تدلدقش كل حاجة، حاول تبقى راكز كده وتقيل عشان تلفت نظر. نيجي بعد كده لبرج التور. برج التور صعب شوية انه حد يلفت نظره، يعني مش من الناس اللي هي ايه سهلة يعني اقولك ازاي تلفت نظره فتعمل كذا فيلفت نظره، هو محتاج حاجات كتير قوي، محتاج وقت طويل قوي قوي. اول حاجة عشان تقرب من برج التور ان انت ما تدخلش دخلة حب، يعني هو عشان يدخل مع حد في علاقة التور بالذات بيبقى محتاج ان هما يبقوا فضلوا صحاب فترة، يعرفوا بعض ويقربوا من بعض، ما بيحبش يستعجل، يعني ما بيحبش يدخل في علاقة بسرعة، ما بيحبش يقرب من حد بسرعة ويدخل في علاقة بسرعة، بيحب ياخد وقته قوي. فحاول من الاول تحاول تقرب منه وتكسب ثقته وتبقوا صحاب وتقربوا من بعض بالشكل الطبيعي من غير ما تستعجلوا في فكرة انه ها يلا وبعدين، هيا للخطوة الجاية ايه. ده بالنسبة لبرج التور، فدي حاجة مهمة جدا 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 مع برج التور انه اوعى تستعجله في اي علاقة، حسسه دايما ان انت مش الشخص اللي ممكن بكرة ما تبقاش موجود في حياته. دايما التور لازم يحس ان الشخص ده محقق له عنصر الامان، انه الشخص ده انا حاسة ان انا ايه في كده، انا عايزة اوطي مش عالية عشان تسمعوني. طيب فبرج التور لازم تحقق له عنصر الامان، لازم عشان يدخل مع حد في علاقه يبقى عارف ومتاكد ان الشخص ده مش هيجي بعد يوم بعد اتنين يختفي من حياته، لا ده شخص هو هيكمل معاه حياته، هو هيفضل موجود مش هيختفي، مش هيخذله، مش هيلاقيه فجاه مش موجود. فده بالنسبه لبرج التور. برج الجوزاء بقى اهم حاجه، لان هو اصلا شخص بيحب التجديد طول الوقت، فما ينفعش يبقى معاه شخص روتيني او لما يتعرف على شخص عشان يبهره لازم يبقى شخص عنده طاقة كده، شخص متجدد وشخص مش شخص عادي، يعني لازم يشوفه النهاردة غير ما شافه بكرة. ما ينفعش يبقى مثلا كل يوم بيعمل نفس الحاجة، كل يوم بيشرب نفس المشروب، كل يوم ستايله هو لا، هو بيحب التجديد، يعني بيحب الإبهار، عينه بتحب تشوف الحاجة المبهرة، الحاجة اللي هي الجوزاء عنده مشكلة انه عينه لو شافت نفس الحاجة اكتر من مرة ما بتلتفت لهاش، خلاص بتبقى بالنسبة لها عارفين زي ايه؟ عارفين لوحة الاعلانات اللي بتبقى لسه متعلقة جديدة في الشارع وانت شفتها فخدت بالك منها وبصت لها وبعدين جيت بكرة خلاص انت شفتها في عينك بطلت تروح لها، بطلت تلفت نظرك؟ الجوزاء بقى كده،
لو انت على عكس الطور يعني الطور لو نفس اللوحة قدامه كل يوم هتفضل بالنسبة له هي دي احلى لوحة في حياتي. لكن الجوزاء لا، الجوزاء لازم كل يعني النهاردة اللوحة دي تنور اخضر، بكرة تنور اصفر، بعد بكرة تنور لونين فوق بعض او مع بعض يعني. فده بالنسبة للجوزاء عشان تلفت نظره او عشان تجذب انتباهه او تلفت نظره ليك، لازم تبقى متجدد جدا، لازم تبقى شخص ما بتحبش الروتين وشخص طول الوقت متجدد، طول الوقت بتعمل حاجات جديدة. طيب برج السرطان بقى عشان تكسبه لازم تهتم جدا بلغة العين. السرطان من النوع اللي بيحب جدا اللي يفهمه من غير ما يتكلم، اللي ياخد باله من نظرات عينه عايزة تقول ايه، اللي هو انا بصيت لك بصيتي دي معناها ايه. وبعدين مش من النوع اللي في الاول بيتكلم، يعني السرطان ممكن يقعد فتره طويله ما بيقولش حاجه، ساكت بس عينيه بتقول. لازم تاخد بالك من عينيه، لازم توصله ان انت قريب من الاخر، وتاخد بالك من كل التفاصيل اللي هو بيحاول يوصلها لك، لانه مش هيقول كتير. السرطان كمان لما بيفرح او لما بيتضايق او لما كده مش دايما بيبين، دايما بيستنى اللي قدامه يفهمه لوحده. اللي هو مثلا لو انت عملت حاجه ضايقتني وانا اتضايقت، مش حاجه اقول لك انا اتضايقت، هستنى لما انت تاخد بالك وتاخد بالك ان انا اتضايقت وتيجي من نفسك تقول لي انا معلش ما تتضايقش. لو انت ما عملتش كده انا مش هقول لك. ده بالنسبه لبرج السرطان. برج الاسد نمبر 1 ثقتك في نفسك. لازم تبقى شخص هو اصلا عنده ثقه في نفسه رهيبه، بس انت عشان تلفت نظره لازم تبقى واثق في نفسك فوق المية، 200%. يعني ما يحسش ان انت شخص اعتمادي، ما يحسش ان انت شخص بتشك في قدراتك، ما يحسش ان انت شخص مش طموح. بيحب الناس الناجحه جدا، بيحب الناس الطموحه، بيحب الناس اللي بتمشي ورا هدفها جدا، بيحب الناس اللي هي عارفه قيمه نفسها. ما بيحبش ابدا 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 الشخص اللي يقول لك ايه ما عنديش كرامه في الحب مثلا. ما يحبش الشخصيه الضعيفه، ما يحبش الشخص اللي كرامته عنده مش فوق راسه. يعني فاهمين؟ يعني ما تقولش مثلا انا بحبه فهضحي عشانه، لا ما تضحيش، هو هيمسك فيك. ده بالنسبه لبرج الاسد، يعني هو عنده مشكله في الحته دي. هو بيبقى عايز كل الناس تعمل اللي هو عايزه، بس في الحقيقه في حاجات انت لو قربت منها هيقفل منك. يعني لو انت قدمت تنازلات كتير هيقفل منك، لو انت ضحيت كتير هيقفل منك. لازم تكون انت عارف قيمه نفسك، ما تجيش عليها، لان لو جيت عليها هو هيجي عليك. خلاص. طيب بعد كده برج العذراء. برج العذراء من النوع اللي ما بتبهروش العين قوي، يعني مش لازم تبقى لابس حلو قوي او شكلك جميل قوي، بس مهم مثلا ان انت ريحتك تبقى حلو، شكلك يبقى شيك، مش لازم تبقى براندز، مش لازم تبقى لابس احدث حاجه، بس تبقى شكلك حلو. ده نمبر 1. بس اللي بيلفت نظره اكتر من فكرة الشكل، لان هو ممكن ما يبصش لشكلك اصلا، دماغك لازم طريقتك في الكلام تبقى فيها، عارفين الشخص اللي بيتكلم وتحس ان هو ليدر قوي في نفسه، شخص واثق في نفسه قوي وذكي فوق الوصف. الذكاء بجد، الذكاء بالنسبة للعذراء اهم 100 مره من ان انت تبقى ملك او ملكه جمال، او ان انت تبقى فظيع وجميل وما حصلتش وبتلبس وبتتشيك و و لا. ممكن يلفت نظر شخص واو كل الناس بتبص له ومعجبه بيه جدا، وبعدين يتكلم معاه نص دقيقه يقفل منه. لازم يكون تعرف تدير حوار، يعني عشان تتكلم مع العذراء او تلفت نظره لازم تعرف تعمل معاه conversation هو فيها يبقى قاعد عامل لك كده ومبهور باللي انت بتقوله من الاخر يعني. طيب نيجي بعد كده لبرج برج ايه بعد العذراء.
انا ما بشوفش انتوا بتكتبوا ايه طبعا، لان لو شفتها هقطع. طيب بعد العذراء برج الميزان، عشان تلفت نظر برج الميزان محتاج كذا حاجة. اول حاجة محتاجها عشان تلفت نظر برج الميزان، لازم تبقى بتهتم جدا 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 بذوقك. ذوقك بقى ده على كل المستويات، مش ذوقك بس في لبسك، مش ذوقك بس كستايل وكبتلبس ايه على ايه وبتعمل ايه وكل ده. ذوقك في اختيار صحابك، ذوقك في اختيار كل حاجة، يعني ازاي بتختار كل حاجة، ازاي بتختار شغلك، ازاي بتختار المكان اللي هتخرج فيه. دي الحاجات اللي ممكن تلفت نظر. هو بيعرف الشخص من ذوقه، من اهتمامه بحاجات معينة. يعني سيبك بقى من فكرة سيبك بقى من فكرة لبس وشكل وستايل وتنسيق ألوان هو الحاجات دي بتلفت نظره، بس بتلفت نظره لوقت، يعني في أول مرة تاني مرة، فكرة ان هو يشوف حاجة وتعجبه دي. لكن هو بيهتم جدا بان انت تبقى واخد بالك من او ان انت يبقى عندك كاريزما في ذوقك، يبقى عندك حاجات بتاعتك انت. يعني هقولك، ممكن حد الناس كلها تبقى بتلبس حاجة حلوة جدا جدا جدا، بس انت بتعمل حاجة مختلفة، حاجة ملفتة للنظر. يعني انا مش عارفة اشرحها لكم ازاي، بس فكرة ان انت يبقى عندك your type، حاجة بتاعتك انت بتميزك، حاجة يونيك فيك، يعني حاجة مختلفة عن الناس، حاجة انت عندك ثقة فيها وبتعملها عشان هي شبهك. عارفين مثلا فلنفترض شخص عنده مصطلحات معينة، عنده طريقة في الكلام، شخص عنده لهجة معينة، عنده كلمات معينة بيستخدمها بطريقة بتلفت نظره. يعني حاجات مميزة، حاجة مميزة في شخصيتك، حاجة مميزة في ذوقك، حاجة بتاعتك انت. يعني انك تكون انت، انك تكون مختلف وانت في نفس الوقت. طيب بعد كده برج ايه؟ برج العقرب. يا لهوي، برج العقرب عنده حاجات كتير قوي بتلفت نظره. طيب مفتاح برج العقرب انك تكون passion، يعني تلعب على الباشن قوي، يعني هو المشاعر اللي هي ركز على الحاجات العاطفية شوية، دلعه كتير جدا. يعني لا، العقرب ده شخص بيعشق الدلع، الدلع بجد. يعني بيحب الناس اللي هي ايه تفخم فيه كده، يعني بيحب اللي قدامه يفخم فيه، يعني يحسسه بقيمة نفسه ويفخم فيه ويدلعه. ويعني ممكن يبقى مش في الاول ممكن يبقى واخد اتيتيود الغموض شويه، او يعني العقرب من الناس اللي انا شخصيا كدينا بعرفهم من عينيهم، يعني بيبقى ليهم نظره كده، عارفين النظره، عارفين مثلا ايه، مثلا حد من الناس بتاعت القديمه دي اللي هو رشدي اباظه مثلا، اللي هو شخص من غير ما يتكلم كده عنده حتة كده نظرة في عينه كده، ما يعني معرفش انا بعرفها، يعني ليه في حاجة، عن تحس ان عينيه بتتكلم كده وهو ما بينطقش. فده بالنسبة لبرج برج العقرب. عشان تلفت نظره بقى، ما ينفعش تكون خفيف كده، شخص يعني معاهم عليهم رايح جاي هايبر، يلا يا عم تعالى نروح، يلا تروح. لازم برضو تبقى راكز كده وتبقى عاقل، عشان ما يحسش ان انت اهبل، ما يحسش ان انت شخصيتك عبيطة، او ان انت شخص مش شخصية كده برضو. فده بالنسبة لبرج العقرب، دلعه واهتم بيه واهتم بالتفاصيل. طيب نيجي بعد كده لبرج ايه بعد العقرب؟ برج الدلو. واو واو واو، برج الدل برضو من الابراج اللي بتحب تشوف دايما اعجاب في عيون اللي قدامها، بتحب تشوف ان اللي قدامها ده مهتم ايه، حسيت ان انا فجأة قلبت، ان انت مهتم بتفاصيله، مركز معاه واخد بالك من تفاصيله، واخد بالك من بيحب ايه ما بيحبش ايه. مثلا لو هو عنده مشوار تفكروا بيه،
لو هو مثلا كان قال لك انا عايز اعمل كذا بكره تساله عملت كذا ولا لا، انت كنت قايل لي هتعمل ده النهارده. بيحب الاهتمام وبيحب التركيز، يعني بيحب لازم يحس ان انت مهتم بيه وبتفاصيله، مركز على واخد بالك من الحاجات اللي هو بيحبها والحاجات اللي هو ما بيحبهاش. يعني ياخد بالك ان انت دايما بتسجل كل حاجه هو بيقولها في دماغك فاكرها. طبعا الديت اللي هي التواريخ مهمه جدا، عيد ميلاده بقى، مناسبات تكلمه، تخرجه، الحاجات دي بالنسبه لبرج الدلو ومهمه جدا جدا جدا. احنا قلنا ايه، احنا دخلنا على الدلو بعد العقرب كان فيه قوس. برج القوس بيحب الشخص اللي قدامه يمسك فيه، هو شخص ما بيعرفش يمسك قوي في الناس، يعني ممكن تلاقيه يحسسك ان هو باقي عليك جدا وبيحبك جدا بس مش هيعرف يمسك فيك قوي. لو انت مثلا ضايقته ممكن يفكه منك. هو بيحب يحس ان الشخص اللي قدامه ماسك فيه، مش ما عندوش استعداد ان هو يضيع منه، ما عندوش استعداد ان هو يعني ممكن يبقى شخص مضحي شويه. ممكن مع القوس ان انت تبقى شوية بتضحي عشان تحافظ على علاقته بيك. انا ظهري وجعني جدا. المهم فده بالنسبة لبرج القوس، لازم يحس ان انت ماسك فيه قوي وان انت باقي عليه، ان انت شاريه، يعني بتصرفاتك بقى بيبان، في المواقف بيبان، فكرة ان انت ما عندكش اي استعداد ان انت تخسره. هو بيحب يحس كده، بيحب يحس ان الطرف اللي معاه او الشخص اللي معاه باقي عليه وماسك فيه. ف اخويا معلش. بعد كده نيجي برج ايه باقي، ايه باقي برجين، باقي الدلو، لا قلنا الدلو، باقي الجدي وباقي الحوت. طيب برج الجدي بيحب يحس ان هو العلاقه اللي هو فيها الطرف الثاني ده مديله احساس الاستقرار، يعني ما يحسش ان هو شخص عشوائي كده، شخص ممكن يبوظ له حياته ويبوظ له خططه او يعطله، شخص يعني اي شخص هيعطله بنقص منه. ده بالنسبه للجد لازم يحس ان انت الشخص اللي موجود في او ان الشخص اللي موجود في حياته ده هيضيف له، يعني ممكن تبقى عشان يعجب بيك او يلتفت ليك، يعني تفكر له في افكار مختلفه، مثلا في حاجه هو بيحبها تديله اوبشنز، مثلا تبقى تزود معلومات، تزود له افكاره، توسع له افكاره، تتناقش معاه في موضوعات، يحس ان انت شخص كده عندك ثقافه وعندك شخص طموح، شخص يعتمد عليه جدا. فبالنسبه للجدي ده مهم جدا، ما بيحبش ابدا الشخصيات اللي هي عايزه تعيش اليوم بيومه، او الشخصيات السطحيه او الشخصيات العشوائيه، الناس دي ما بيحبهاش، بيحس انها قلتها احسن في حياته. ده بالنسبه لبرج الجدي. اخر برج، برج الحوت. هو برج الحوت عموما بيحب كل الناس، يعني او يعني ممكن يعني بحاجات بسيطه قوي 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 تقدر تكسب قلبه، يعني من الناس اللي سهل تكسب قلبها، مش صعب. فكرة ان انت تحسسه ان هو مختلف عن كل الناس اللي في حياتك، حتى لو على اي مستوى، يعني فكرة ان هو لازم يحس ان هو غير كل الناس. يعني لو انت في حياتك ناس كتير قوي وزحمة قوي، لازم تبقى بتعمل معاه تصرفات مختلفة عن الناس، تحسسه بقيمته او تحسسه ان هو غير كل الناس. عارف لو جيت مرمطت بكرامة امه الارض بس جيت بعدها جبت له وردة وانت ما بتعملش كده مع كل الناس، هيحبك قوي وهيصالحك. يعني انا بقول مثلا، يعني مجازا، يعني كمثال. فده بالنسبة لبرج الحوت، فكرة ان انت تحسسه ان هو شخص مميز وشخص مختلف عن كل الناس اللي موجودة في حياتك، حتى لو في حياتك 1000 بني آدم، بس هو يبقى ليه مكان بتاعه لوحده. فده بالنسبة لبرج الحوت.